بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل العالمين. بإذن الله النهاردة هنأبسولف مع بعض الديف فور 928. هنحل كله واحدة واحدة كده، وتعالى نبدأ بأول مسألة. أول مسألة دي بيقولك إيه؟ هي حاجة ستريت فورورد، بيقولك إن هو هيكون معاك سترينج من سايز 5، الكاركترز بتاعته هتبقى يا إما A يا إما B، والمفروض ان انت عايز تطبع الحرف المتكرر اكتر. فطبعا انت هتعد ال A وهتعد ال B وهتطبع الحرف المتكرر اكتر. يعني اعتقد مش محتاجة حاجة. هتستلم السترينج وتمشي على السترينج دوت. لو الحرف ب A هت A بلس بلس، ولو الحرف ب B هت B بلس بلس، ولو ال A اكبر من B تطبع A، غير كده تطبع B. واحد هيجي يسأل سؤال ويقول لي طب نفترض ان هما الاتنين بقوا متساويين، ساعتها انا اطبع ايه؟ اقول لك هما مستحيل يكونوا متساويين، لان سايز السترنج 5، فالخمسة ما بتبقاش القسمة على الاتنين. تمام، يعني اعتقد ان المسألة دي ما فيهاش حاجة. طيب نيجي بقى للمسألة التانية. المسألة ديت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هيدي لك جريد. الجريد ديت عبارة عن اصفار ووحيد، والجريد دي مرسوم فيها شكل. ايه هو الشكل بقى؟ الشكل اللي مرسوم دوت هو يا اما مربع يا اما مثلث. طيب المربع هيبقى وحيد كلها جنب بعضها، المثلث هو ليه خاصية. ايه هي الخاصية؟ يعني هو بيقولك المثلث اللي هيكون موجود هيكون موجود بالشكل ده، يعني يا اما بالشكل ده يا اما بالشكل ده، اللي هو ازاي؟ اللي هو وليكن مثلا 5 3 1. يعني الشكل ده ما ينفعش، اللي هو 3 1 ده ما ينفعش، ده مش مثلث. لا، لازم هنا 3 يبقى هنا 2، يبقى هنا سوري، هنا هيبقى مثلا 5، هنا هيبقى 3، هنا هيبقى 1. تمام، الشكل ده ما ينفعش، وبرضو الشكل ده ما ينفعش، اللي هو كده. لا، المثلث هيكون حد الزوايا. تمام. طيب انا لو خدت بالي هلاقي ان الشكل ده علشان يكون مربع او في حالة ان الشكل مربع، خلينا نمشي رو رو، نمشي على كل رو لوحده. لو جينا بصينا على الرو ده هتلاقي عدد الوحيد اللي جنب بعضها او عدد الوحيد عموما، هو طبعا هو قايل لك ان الشكل هيكون مربع، فعدد الوحيد هيكون ب2، وفي الرو ده عدد الوحيد 2. طيب هنا عدد الوحيد 4 4 4 4. تمام. طيب تعالى في الرو هنا هتلاقي 1 3 5 7، وهنا 5 3 1. اللي احنا عايزين نوصل له ايه؟ ان انت في كل رو هتجيب عدد الوحيد وتبشهم في 6، وتشوف لو عدد الحاجات المختلفة او عدد الارقام المختلفة اللي انت جمعتها من اعداد الوحيد دي كان بواحد، ده معناه ان هو مربع. لكن لو هو كان اكتر من واحد فالمفروض ان دوت هيكون مثلث. بس كده. يعني نشوف الحل. كل اللي انا بعمله ان انا بستقبل ال array of character، وبعد كده انا بمشي رو رو على كل رو، يبقى معايا counter c. لو الحرف ده بواحد بعمل c plus plus، جبت ايه؟ عدد الوحيد. ولو ال c دوت برقم مش بصفر يعني، فالمفروض ان انا هعمله insert. فين هعمله insert؟ في الست. وبعد ما اخلص اشوف عدد الارقام اللي موجوده في الست. طب الست دي بتعمل ايه عشان لو محدش يعرفها؟ هي بتجيب لي السايز بتاعها، بيكون الارقام يونيك. فانا هشوف الارقام اليونيك دي لو بواحد يعني كلهم متساويين، فالمفروض ان ده هيبقى سكوير، غير كده المفروض ان هو هيبقى تراينجل. حد مش فاهم؟ اعتقد برضو يعني مسألة سهل. طيب نيجي للمسألة الثالثة. ماشي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الشخص دوت هو كتب الارقام من 1 لحد n على السبورة، والمفروض ان هو هيشيل كل رقم وهيحط مكانه مجموع الديجيتس، وبعد كده هيجمعهم على بعض. فالمفروض ان انت عايز تجيب المجموع بقى من اول 1 لحد n. يعني ايه؟ يعني مثلا لو ال n كانت ب 12، فالمفروض ان هو هيكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
بعد كده المفروض ان هو هيشيل كل رقم ويحط مجموع الديجيتس بتاعته، اللي هو هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. العشرة بقت بواحد، الحداشر بقت باتنين، الاتناشر بقت بتلاتة، وهكذا. بعد كده المفروض الأرقام دي بقى هو هيجمعها، تمام. بس هنا في حاجة، أنا ممكن أمشي بروت فورس على الإن، أعمل نفس اللي هو قايلهولي دوت، بس هيقابلني مشكلة. إيه هي المشكلة بقى؟ المشكلة إن في تيستات ب10^4، وأنا هجاوب كل كويري في أو أوف إن، فهنا هيبقى 2^10^9. فطبعا الكلام ده يجيب منه تايم ليمت. الحل بقى في ايه؟ الحل ان نعمل بري بروسيسنج. يعني ايه اعمل بري بروسيسنج؟ انت كل حاجه معتمده على اللي قبلها. يعني مثلا مثلا انصر الان هي بتساوي انصر الان ماينس 1 زائد sum of digits، خلينا نقول دي اوف ان، اللي هو sum of digits للان. فاحنا الايكويشن دي هي الحل بتاعنا، ان انا عند كل رقم المفروض ان الاجابه بتاعته هتبقى بتساوي الاجابه بتاعت الرقم اللي قبله زائد مجموع الديجيتس بتاع الرقم اللي انت واقف عليه. هتعمل ده بري بروسيسنج، هيبقى التايم بتاعه 2^10^5، وتجاوب الكويريز في او اوف 1. بس كده. اهو انا في البدايه خالص همشي بلوب لحد 2^10^5. المفروض ان انا عايز اجيب مجموعه ديجيتس، انا حولت الرقم دوت لسترنج، وهمشي على السترنج دوت واجمع ايه، واجمع الحرف ناقص الزيرو. وبعد كده اقول ان بري اوف اي بيساوي الصم زائد بري اوف اي ماينس 1، اللي هو ده بري اوف اي بيساوي بري اوف اي ماينس 1 زائد الصم. وبس كده، لما اجي اجاوب بجاوب بري اوف ان. حد مش فاهم؟ انتوا معايا يا جماعة ولا في حاول حاجة؟ تاني. تاني. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هو دلوقتي كل هو قايل لك في المسألة، انت هتجيب الارقام من 1 لحد n، هتشيل كل رقم وتحط مكانه مجموع الديجيتس بتاعته، تمام؟ طيب بعد كده المفروض ان انت بقى عايز تجيب مجموع الارقام من 1 لحد n، بس بالطريقة دي، بعد ما تشيل كل رقم وتحط ايه؟ مجموع الديجيتس بتاعته، ماشي؟ طيب انا لو عملت الكلام دوت من 1 لحد n في كل مرة، هعمل الموضوع ده في قد ايه؟ في او اوف ان، ان انا همشي من 1 لحد n. بس هنا انا معايا تيستات 10^4 تيست، فانا لو عملت اللي انا بقوله دوت هيجيب تايم ليمت. فالحل ايه؟ ان انا اعمل بري بروسيسنج. طب البري بروسيسنج ده هيبقى ايه؟ ان انا اخزن اجابة ان انا اخزن اجابة كل واحد قبل ما ابدا اصلا ايه، قبل ما ابدا اصلا الكويريز بتاعتي او التستات بتاعتي. طيب هخزن دوت ازاي؟ ما همشي لوب برضو عليهم، ما هو لو مشيت لوب عليهم هي هياها. لا، الحل هنا انت هتمشي هي لوب واحده بس. انت كده كده عارف ان اجابه الان هي بتساوي اجابه الان ماينس 1 زائد مجموع الديجيتس بتاع الان، الرقم اللي انا واقف عليه هو اجابته بتساوي اجابه الرقم اللي قبله زائد مجموع الديجيتس بتاعت الرقم اللي انت واقف عليه، ده اللي هو قايله لنا في المسألة. فمن هنا انا هحتاج بقى الفورمولا دي او المعادلة دي وهطبقها على الكود بتاعي. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله انا همشي من 1 لحد 2^10^5، ده الباوندرز بتاعت الانبوت الكونسترينت. بعدين انا عايز مجموع الديجيتس، هات مجموع الديجيتس بأي طريقة، ممكن تجيبها بقى بلوب، تجيبها بان انت تعمل مودولس 10 وتقسم على 10، انت حر. انا عملتها ايه؟ انا حولت الرقم ده لسترينج، وبعد كده مشيت على الكاركترز بتاعته وجبت المجموع. بعد كده عملت الايكويشن اللي انا قلت لك عليها دي، ان انسر اوف اي بيساوي الصم زائد الانسر اوف اي ماينس 1. ولما اجي اجاوب انا بجاوب في اوف 1، اللي هو بسي اوت الرقم اللي مكتوب في الاريه على طول. تمام يا باشمهندس، تمام. تمام. طيب نيجي للمسألة الرابعة.
المسألة ديت بيقولك ايه؟ بيقولك ان هو هيديلك array فيها ارقام، والمفروض ان انت تقسم الارقام دي لشوية جروبس، وكل جروب هيكون فيه ارقام مفيش رقم ليه نفس البت في نفس الجروب. بمعنى دلوقتي مثلا انت معاك جروب فيه 1 و 17، بلاش خلينا نقول 1 و10. فلو جينا كتبنا الباينري ريبريزنتيشن للواحد، المفروض ان هو هيبقى صفر 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 اصفار كتير وواحد في الاخر. العشرة هتبقى اصفار كتير وبعدين 10 10، تمام؟ ده الباينري ريبريزنتيشن. بيقول لك بقى ان الواحد والعشرة ما ينفعش يكونوا مع بعض في جروب. ليه؟ لان البت دي والبت دي متساويين، فما ينفعش. انت لازم كل رقم يكون مع باقي الارقام اللي موجودة في نفس الجروب، ما يكونوش متساويين في اي بت، كل البتات تكون مختلفة. طيب لو جيت قلت لك مثلا الواحد والتلاتة، هل ينفع يكونوا مع بعض في نفس الجروب؟ الإجابة لأ. ليه؟ الواحد هتبقى بالمنظر ده، إنما التلاتة هتبقى 1 1. شيل ده، فهتلاقي إن البت دي بتساوي البت دي، وأصلا البتات دي بتساوي البت، يعني البتات ديت متساويين. خلاصة الكلام، انت كده كده بيقول لك طب انا هعرف ازاي عدد البتات اللي هتبقى بصفار دي؟ هو بيقول لك ان كل رقم بيتمثل في 30 بت، سوري، في 31 بت من اول 0 لحد 30. فانت هتعمل ايه؟ تعال نفترض مثلا ان انت معاك الرقم ده 1 0 0 1 0 1 مثلا، يعني ايه الرقم اللي ينفع احطه معاه في نفس الجروب؟ هتلاقي ان الرقم ده او البت دي لازم تكون مختلفة، فانت لازم تحط هنا صفر، والبت دي لازم تكون مختلفة فانت تحط هنا 1، والبت دي لازم تكون مختلفة فانت تحط هنا 0، البت دي لازم تكون مختلفة فتحط 1، البت دي لازم تكون مختلفة فتحط 1، البت دي لازم تكون مختلفة فتحط 0. حلو كده، يبقى احنا جبنا رقم ينفع يتحط مع الرقم الاول ده في نفس الجروب. طيب تعالى بقى نجيب رقم تاني ينفع يتحط معاهم هما الاتنين في الجروب. هتلاقي ان البتة دي اللي انت عايز تضيفها هنا ما ينفعش تكون بتساوي ده ولا بتساوي ده. طب ازاي بت تكون لا بتساوي الصفر ولا بتساوي الواحد؟ بس يبقى انا كده طلعت بأول فكرة. ايه هي؟ ان كل جروب ماكسيموم هيكون فيه رقمين، يعني كل رقم هيتحط هو و المعكوس. يعني ايه؟ يعني انا هحط اي رقم مثلا، يعني الواحد ده هيتحط مع المعكوس بتاعه. طب لو المعكوس مش موجود خلاص يبقى الواحد ده هيتحط لوحده. بس هي دي الاجابة. طيب انا هعمل ايه؟ واحدة واحدة كده. انا هيكون معايا مالتي سيت فيها الارقام كلها، ماشي؟ هخزن الارقام كلها في مالتي سيت، تمام؟ بعد كده هقول الانسر بزيرو، وهقول طول ما في سايز للمالتي سيت المفروض ان انا هجيب اول رقم موجود في المالتي سيت، تمام؟ الرقم دوت هيبقى مثلا وليكن الدبليو. بعدين انت عايز تجيب المعكوس بتاعه، هتجيب المعكوس ازاي؟ انت معاك 30 بت من 0 لحد 30، سوري 31 بت من 0 لحد 30، فانت هتمشي من اول 0 لحد 31. لو البت دي بواحد، سوري بصفر، فانت هتخليها بواحد، ولو هي بواحد فانت هتسيبها زي ما هي بصفر، تمام؟ في طريقة تانية ممكن تستغنى بيها عن اللوب دي، اللي هي ايه؟ انت دلوقتي معاك مثلا 1 0 0 1 0 1 وعايز تجيب المعكوس بتاعه، تعمل ايه؟ تروح حاطط وحايد هنا، وتروح عامل لهم اكس اور مع بعض. هتلاقي هنا ينزل 0 ينزل 1 ينزل 0 ينزل 1 ينزل 1 ينزل 0، فهتلاقي ان دي مختلفة عن دي، ودي مختلفة عن دي، دي مختلفة عن دي.
دي مختلفة عن دي، دي مختلفة مع دي، دي مختلفة مع دي. ده حل وده حل، ايا كان يعني. المهم احنا بعد ما نجيب المعكوس كده، الاكس بقى المعكوس والدبليو هو الرقم، فانت هتفايند المعكوس دوت في المالتي سيت، لو موجود امسحه، مش موجود خلاص يبقى الرقم دوت هيتحط لوحده في ايه، في جروب، وهعمل انسر بلس بلس، وبعد ما اخلص امسح الرقم اللي ايه، اللي هو كان موجود اصلا في المالتي سيت. تمام ولا ايه؟ حد مش فاهم؟ ممكن حتة تمام. الاكسور دي حتة الاكسور تاني؟ طيب هو اه يعني انا كده اعمل اكسور مع انت ماكس صح؟ لا مش مع انت ماكس، خلي بالك ان هو قايل لك الارقام لحد. بص هو انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا عايز رقم يكون عدد البتات اللي فيه بوحايد 3، اللي هو مثلا هيبقى 1 1 1، ده اللي هو بيمثل ايه، ده اللي بيمثل السبعة. او تعالى كده نجيب الارقام اللي البتات بتاعتهم عبارة عن وحايد بس، هتلاقي الواحد والتلاتة والسبعة والخمستاشر وال31 ده هيبقى السبعة، وده هيبقى التلاتة، وده هيبقى الواحد. لو خدت بالك هتلاقي ان ده هو 2 أس 1 ناقص 1، ده 2 أس 2 ناقص 1، وده 2 أس 3 ناقص 1، وده 2 أس 4 ناقص 1، وده 2 أس 5 ناقص 1. المشترك ايه؟ المشترك ان عدد البتات بتاعت الرقم هتبقى هي الأس، فانا عايز رقم يكون فيه 30 بت، سوري، واحد البتات لحد 30، يعني 31 بت بواحد، فهيبقى 2 أس كام؟ 2 أس 31 ناقص 1، ده الرقم اللي انت ايوه هتعمل، ده الرقم اللي هو هيبقى هنا، ده هتروح عامل له اكس اور مع ايه، مع الدبليو، هيبقى هو ده الاكس. تمام. ماشي، حد عنده اي سؤال تاني؟ لسه عملت مالتي ست، ما ينفعش ست عادية، وممكن الارقام تتكرر، ما الست بتمسح الأرقام المتكررة، أنا ممكن الأرقام تتكرر. ها، حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب نيجي للمسألة دي. المسألة دي بيقولك ايه بقى، سيبك من كل اللي هو قايله دوت، بيقولك ان انت لو معاك رقم ايا كان الرقم ده كان ايه، خلينا مثلا نفترض ان الرقم ده كان 10، المفروض ان انت هتكتب الارقام من 1 لـ10 بطريقة معينة. ايه هي الطريقة دي؟ المفروض ان انت هتكتب 1 3 5 7 9، اللي هي الارقام الفردية، بعدين تكتب الارقام الفردية بس مضروبة في 2، يعني الواحد مضروب في 2 اللي هو هيبقى الـ2، التلاتة مضروبة في الـ2 اللي هو الـ6، الخمسة مضروبة في الـ2 اللي هي الـ10، السبعة مضروبة في 2 14. طالما انت طلعت عن الـN خلاص ما تكملش. طيب بعد كده احنا كنا هنا ضاربين في 2، نضرب في 3 بقى، 1 في 3 بـ3 مكتوبة قبل كده، 3 في 3 بـ9 مكتوبة قبل كده، 3 في 5 بـ15 مكتوبة قبل كده. طيب بعد كده المفروض بقى ان انت هتضرب في 4، 1 في 4 بـ4، 3 في 4 بـ12، كده انت طلعت عن الـN. بعدين تعال نقول الخمسة، هتلاقي 1 في 5 بـ5، 6، 1 في 6 بـ6 مكتوبة، 7 مكتوبة، 1 في 8 بـ8، أو خلينا نستخدم لون مختلف، وده هو الحل، أو دوت السيكونس بتاعنا. أنت بقى هيسألك يقولك إيه،
هو هيدي لك الان وهيدي لك كي. الكي دوت هو بيقول لك هات لي العنصر رقم كي اللي موجود في الارقام دي. فجيت قلت لك مثلا العنصر الرابع فانت تقول لي السبعة، جيت قلت لك العنصر السابع فانت تقول لي ادي 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو هيبقى الستة، العنصر العاشر اللي هو هيبقى التمانية. طيب انا علشان احل حاجة زي كده لو هفكر في البروت فورس هتلاقي ان التستات 5 × 10^4، واصلا الان ب 10^9 فده ما ينفعش. يعني حتى لو كانت تيست واحدة الان ب 10^9 ده ما ينفعش، البروت فورس هنا ما ينفعش. طيب الحل ايه؟ احنا عايزين نشوف اي حاجة في الارقام او نطلع اي باترن في الارقام بحيث ان احنا نوصل للحل. طيب تعالى كده نكتب الارقام دي تحت بعضها، يعني هات لي الارقام دي هنا، بعد كده هات لي ده هنا، بعد كده هات لي ده هنا. ايه اللي حصل؟ تعالى نعرف ايه اللي حصل. لو جيت خدت بالك ان بداية كل سيكونس هو باور اوف 2، يعني ده باور اوف 2، ده باور اوف 2، ده باور اوف 2، وده باور اوف 2. تمام، بداية كل سيكونس باور اوف 2. طيب انا بانكريز بمقدار قد ايه؟ هنا من واحد عشان نروح لتلاتة بزود اتنين، بزود اتنين، بزود اتنين، بزود اتنين. طب هنا بزود اربعة. تمام، طيب بعد كده لو في ارقام اكبر فانت المفروض هتزود 8، يعني هنجرب على رقم اكبر دلوقتي. تعالى مثلا نجرب على ال، خلينا نقول مثلا ان احنا نجرب على ال 32، خلينا ايه نكبر المسألة شوية، نجرب على ال 32. فانا لو هجرب على ال 32 فالمفروض ان انا هعمل ايه؟ هيبقى الارقام بالنسبة لي 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 23 25 27 29 31. خلينا نزود شوية وليكن مثلا لحد، نخلي الأرقام لحد 34، 33. عظيم. بعد كده كل رقم اضربه في 2، 1 × 2 ب 2، 2 × 3 ب 6، 2 × 5 ب 10، 2 × 7 ب 14، 2 × 9 ب 18، 2 × 11 ب 22، 2 × 13 ب 26، 2 × 15 ب 30، 2 × 17 ب 34. اكتر من كده هنعدي الان، لان هنعتبرها ان هي 34. تمام، طيب بعد كده تعال نشوف لو هنضرب في 3، 1 × 3 ب 3 موجود، 3 × 3 ب 9 موجود. لو جينا خدنا بالنا اصلا ان اي رقم فردي مضروب في رقم فردي فهو بيطلع لي رقم فردي وكل الارقام الفردية مكتوبة، فالمفروض ان التلاتة كلهم موجودين لو هضرب في 3. طيب لو هضرب في 4، 1 × 4 ب 4، 3 × 4 ب 12، 3 × 5 ب 15 وال15 موجودة. تمام، بعد كده 4 × 7، لا ثواني 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 ثواني، احنا المفروض هنضرب في 4، 3 × 4 ب 12، 4 × 5 ب 20، 4 × 7 ب 28، 4 × 9 ب 32. تمام، بعد كده ب 36. 4 × 9 ب 36، سوري. طيب بعد كده تعالى بقى نضرب في 5، هتلاقي ان كل الارقام مضروبة في 5 موجودة. طيب نضرب في 6، هتلاقي ان كل الارقام لو مضروبة في 6 موجود. نضرب في 7 نفس الكلام. نضرب في 8 هيبقى 1 × 8 ب 8،
تلاتة في تمانية ب24، خمسة في تمانية 40، هنطلع فوق عن الان، هنوقف على كده. طيب كنت 36 عادي، ما ينفعش 36. اه 36 ما ينفعش. طيب بعد كده هيبقى معانا ال16، ال16 تلاتة في 16 غالبا هتطلع بره الرينج. بعد كده هيبقى معانا ال32 بس، وكده الأرقام بتاعتنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 دول ال34 رقم بتوعي. تعال بقى نجيب المشترك ما بينهم، او الحاجه السيكونس اللي ممكن نمشي عليها. لو جيت خدت بالك ان هنا البدايه 1 باور اوف 2، البدايه 2 باور اوف 2، البدايه 4 باور اوف 2، 8 باور اوف 2، 16 باور اوف 2، ال 32 باور اوف 2. يبقى كده انت دايما بدايتك باور اوف 2، وكل مره انت بتزود قد ايه. هنا انا بزود اتنينات، هنا بزود اربعات، هنا بزود تمانيات، هنا بزود 16. بمعنى تاني ان انت بدايتك باور اوف 2 وبتزود الباور اوف 2 ده مضروب في 2، تمام؟ طيب انت معاك الكي وعايز تعرف الكي دي. انت مثلا واقف عند الباور اوف 2 واحد، ايه الارقام اللي انت ماسكها او ايه الارقام اللي تقدر توصل لها من اول الواحد لحد ال 33؟ بتنكريمنت كل مره 2، فعايز تعرف عددهم. تعرف عددهم ازاي؟ ممكن نعملها بباينري سيرش. ازاي بقى؟ ان انا هباينري سيرش الميد بالنسبه لي، او الباينري سيرش اللي انا هعمل فيه ايه، انا عايز اجيب عدد الارقام اللي انا اقدر اوصل لها. لو لقيت ان هي ماشي، بس عشان لسه داخل، هي دي بروبلم سي ولا دي؟ دي بروبلم اي، تمام، ماشي، انا اسف، ماشي. ماشي، انا دلوقتي معايا الكي في البداية خالص، وليكن مثلا خلينا نقول ان احنا الكي دوت هيبقى ب 34، يعني انا عايز اوصل لاخر رقم. ماشي. طيب انا دلوقتي واقف عند ايه؟ واقف عند الواحد، الباور اوف 2 واحد، عايز اجيب عدد الارقام اللي انا اقدر اوصل لها. هو انا اصلا لو عايز اروح لل 33 ده بالنسبه لي هيبقى ايه؟ هيبقى البي دبليو اللي هو الباور اوف 2 زائد البي دبليو ده اللي هو البدايه، الباور اوف 2 ده زائد عدد او الرقم ناقص واحد، الرقم ناقص واحد في الباور اوف 2 زائد واحد. يعني مثلا انا عايز اروح للرقم السابع، السابع ده هيبقى الباور اوف 2 زائد، احنا قلنا لو نفترض ان هو الكي فهيبقى الكي ماينس 1 في الباور اوف 2 في 2. فانت يا معلم لو عايز الرقم السابع الباور اوف 2 هيبقى 1 زائد السبعة، هيبقى دي هتبقى 6 مضروبة في 2، يعني هيبقى ب 13. تعال كده نشوف السابع، ادي 1 2 3 4 5 6 7 13، صح. هات لي بقى المعادلة دي، والمفروض ان احنا هنطبقها دايما. هنجيب اكبر رقم ممكن يحقق لي المعادلة دي، وكده يبقى دي عدد الارقام اللي انا واقف عليها دلوقتي، دي عدد الارقام اللي انا اقدر اوصل لها. لو لقيت ان هي اكبر من الكي او بتساوي الكي، فالمفروض ان الكي ده واحد منهم. طب لو هي اصغر من الكي، فالمفروض ان الكي ده هيبقى بعدها، اطرحهم من الكي. يعني مثلا الكي كانت ب 34، صح؟ دول كام رقم؟ دول 17 رقم، 17 رقم. ال 34 اكبر من 17، يبقى الكي مش موجود فيهم. فانا هعمل ايه؟ انا هنزل اللي تحته بس هدور على الرقم 17،
الكي هتبقى ب 17 مش تبقى ب 34، لان كده كده في 34 رقم راحوا فوق. طيب دول عددهم قد ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 ارقام. طيب التسع ارقام دول اكبر او يساوي الكي؟ لا، يبقى انت هتنزل للي بعدك ب 17 ناقص 9 اللي هي هتبقى 8. طيب دول كام رقم؟ 4 ارقام، يبقى تنزل هنا ب 4، دول رقمين تنزل هنا ب 2، دول واحد تنزل هنا ب 1، ويبقى هو دوت الإجابة بتاعتك. ده اللي احنا هنعمله بالظبط. طب عايز اعرف عدد الارقام في الصف اللي انا واقف عليه هيبقى بكام؟ ممكن اعملها بباينري سيرش بالمعادلة اللي انا قلت لك عليها دي. واحدة واحدة كده، هستقبل ان والكي. المفروض السي دوت اللي هو الباور اوف 2، ماشي، والانسر دي الاجابة بتاعتي. فالسي في الاول هتبقى بواحد، اللي هي الباور اوف 2 دايما هيبقى في الاول هيبقى بواحد. بعد كده انا عايز اجيب السي ان تي. السي ان تي دوت عدد العناصر اللي انا واقف عليها دلوقتي او اقدر اوصل لها دلوقتي. فانا هجيب ايه؟ انا هجيب اكبر رقم بيحقق لي المعادلة دي، اللي هي الباور زائد كي ماينس 1 في الباور في 2. الكي ماينس 1 دي اللي هي هتبقى الميد، فهيبقى سي زائد الميد ماينس 1 في السي في 2. لو لقيت فالمفروض ان انا هدور على حاجة اكبر، يعني انا عايز اجيب اكبر رقم ممكن يحقق لي المعادلة دي، فالسي ان تي هي اكبر رقم تحقق لي المعادلة دي. طيب لو الكي كانت اكبر من السي ان تي، فالمفروض ان انا هضرب السي في 2 وهطرح السي ان تي ده من الكي، زي ما احنا عملنا هنا، ان انا بنزل بضرب الباور اوف 2 في 2، بروح للباور اوف 2 اللي بعدك وبطرح الرقم السي ان تي دوت من الكي. طيب غير كده المفروض ان انت بقى، انا عايز اطبع الرقم اكس، فانا هعمل ايه؟ او رقم كي، ما هي برضو المعادلة دي، هيبقى البي دبليو زائد الكي ماينس 1 في البي دبليو في 2، فهيبقى السي زائد السي في كي ماينس 1 في 2. بس كده. حد مش فاهم؟ شباب حد مش فاهم؟ تمام مهندس. تمام ماشي، نيجي للمسألة دي. المسألة دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت معاك جريد 7 في 7. ثواني بس يا شباب، معلش انا هاجي تاني. ماشي نكمل. المسألة ديت عايزة ايه؟ بيقول لك ان انت معاك 7 في 7 جريد، كل خلية فيها متلونة يا اما وايت يا اما بلاك، يا اما ابيض يا اما اسود، ماشي. بيقول لك بقى ان انت في اوبريشن ممكن تفليب الاستيتيو بتاعت خلية، يعني مثلا هي لو كانت ابيض انت ممكن تخليها اسود، وهي لو كانت اسود انت ممكن تخليها ابيض، تمام. طيب في اقل عدد من الاوبريشنز بقى انت مطالب ان ما يكونش في اي خلية النيبورز الدياجونال بتاعتها ببلاك وهي نفسها تكون بلاك. يعني ايه؟ يعني مثلا الخلية دي هي ما تنفعش، اللي هو بص تعالى نفتح البتاع ديت من كروم عشان في اسمه ده ماركر ممكن اكتب بيه. يعني مثلا كده الخلية دي ما تنفعش ليه؟ او ديت ممكن تبوظ لي الدنيا، هي دي اللي فيها المشكلة. ليه بقى؟ لان الخلية دي هي نفسها بلاك، والخلايا الدياجونالز بتاعتها بلاك، النيبورز الدياجونال بلاك، اللي هما ده وده وده وده، دول اللي يهموني. طالما كل دول بلاك، الخمسة دول بلاك، فساعتها ما ينفعش، دي مش فاليد. انت بقى عايز تفليب حاجة، بدل ما هي وايت تخليها بلاك، او بدل ما هي بلاك تخليها وايت، بحيث ان ما يكونش فيه اي خلية بتحقق الشرط ده، تمام. طيب
الحقيقة يعني انا ما لقيتش احسن من الرسمة اللي مكتوبة في اللي مرسومة في التوتوريال اشرح عليها. هما رسمينها بطريقة كويسة. دي الرسمة بتاعت الخلية السبعة في سبعة، تمام؟ طيب ايه اللي انا ممكن استنتجه من الرسمة دي؟ اللي انت ممكن تستنتجه ان الخلايا الحمراء هي مع بعضها والخلايا الزرقاء بتأثر في بعضها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو انت واقف عند الخلية دي، نشغل الماركر، انت لو واقف مثلا عند الخلية دي ايه، فالمفروض ان ايه الخلايا اللي بتأثر فيها؟ الخلية دي والخلية دي والخلية دي والخلية دي، تمام؟ خلاصة الكلام او معنى الكلام ايه؟ هو انا مش عارف احنا ممكن ناخد الصورة ديت على الوايت بورد ولا لأ، بس لو جت تبقى صفقة العمر عشان نريح نفسنا من العذاب ده. ايه ده اتحط كويس والله. المفروض ان الخلية دي مثلا هي ايه اللي بيأثر معاها؟ الخلية دي والخلية دي والخلية دي والخلية دي، تمام؟ طيب فانت من هنا ممكن تلاحظ ان الخلايا الزرقاء دي هي اللي بتأثر في بعضها والخلايا الحمراء هي اللي بتأثر في بعضها. فمن هنا انت ممكن تحل الخلايا الحمراء لوحدها والخلايا الزرقاء لوحدها، تمام؟ طيب انا دلوقتي خلينا نفترض أسوأ احتمال. ايه هو أسوأ احتمال؟ ان يكون كلهم بلاك. لو كانت الجريد كلها بلاك، فايه اقل حاجة انا ممكن اعملها بحيث ان ما يكونش فيه اي حاجة بتحقق الكونديشن؟ خلينا مثلا نفترض ان احنا واقفين عند الخلية دي، نشتغل على الاحمر الاول. فلو انا واقف عند الخلية دي هي بتأثر في ايه؟ يا اما الخلية دي يا اما الخلية دي يا الخلية دي يا الخلية دي يا الخلية دي. انت عايز تغير واحدة منهم. انا يا عم جيت قلت لك انا هغير دي، تمام؟ فدلوقتي انا غيرت دي. طيب اجي للخلية دي هتلاقي ان هي اصلا دي متغيره. هاجي للخليه دي هقول لك انا هغير الخليه دي، خلينا نكبر كده، يبقى انا كده غيرت الخليتين دول، تمام؟ بعد كده هاجي للخليه دي هي اصلا ملهاش 4 نيبرز. اجي للخليه دي هتلاقي ان هي نفسها مش بلاك، اغيرها هنا يعني اخليها بيضه. اجي للخليه دي هي نفسها مش بلاك، اجي للخليه دي ملهاش 4 نيبر، اجل الخلية دي في واحدة هنا بيضة، اجل دي في 2 بيض، اجل دي في واحدة بيضة، تمام؟ بعد كده اجل دي ملهاش 4 نيبر، اجل دي هتلاقي مثلا انت ممكن تغير دي، سوري انت ممكن تغيرها هي نفسها. بعد كده تيجي لدي ممكن تغيرها هي نفسها. بعدين لو انت جيت هنا هتلاقي ان دي متغيرة، لو جيت هنا هتلاقي الاتنين دول متغيرين، جيت هنا هتلاقي الاتنين دول متغيرين. خلاصة الكلام او اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان انت الماكسيمم فليب هيبقى بيساوي 4، يعني اكبر عدد من الفليب ممكن يحصل هما الـ4. فانت ممكن تعمل بروت فورس بريكيرجن عادي جدا ويبقى معاك عدد الفليبس، وتشوف الخلية دي هل ينفع تعمل لها فليب ولا لا. لو عملت للخلية فليب
فالمفروض ان هي تتحول من البلاك للوايت او من الوايت للبلاك، والمفروض ان دي هينقص واحد. تمام. طيب نعمل ده ازاي؟ او احنا دلوقتي جينا هنعمل الكلام دوت على الاحمر. طب الازرق، انا برضو عايز اتاكد الازرق، انا لو جيت غيرت الخلية دي ماشي، وجيت غيرت الخلية دي، لا سوري، ممكن احنا لو غيرنا دي نغيرها نفسها، او بلاش دي، احنا ممكن نغير الخلية دي، فدي هتبقى مقصرة في دي. ولو جينا هنا ممكن نغير الخلية دي عشان تبقى دي مقصرة فيها، هنيجي هنا هتلاقي ان دي متأثرة هنا وديت متأثرة هنا. طيب هنيجي بقى للخلية دي، المفروض ان احنا ممكن نغير دي، ونيجي هنا ممكن نغير، ممكن نغيرها اهي. تعال نراجع كده، دي ملهاش، دي ملهاش، دي ملهاش، ديت في واحدة متغيرة، ده في اتنين كمان، ديت في واحدة متغيرة اهيت، دي ملهاش، ديت هي نفسها مش بلاك، ديت هي نفسها مش بلاك، ديت هنا بقى في مشكلة، ان ديت كده لسه محتاجة واحدة بلاك. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ هنا مثلا انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اغير دي، ممكن اغير دي، عايزين نخلي كل الحاجة معمولة، يعني احنا ظبطناها في الأحمر، عايزين نظبطها في الأزرق. هنجي هنا هنلاقي الخلايا دول، فأنا لو غيرت دي تمام، هاجي هنا هتلاقي دي متغيرة، هاجي هنا أنا ممكن أفليب دي، فدي كده تمام. أجي هنا ممكن افليب دي، ماشي، اجي هنا ممكن افليبها هي نفسها. تعال كده نحسب لكل واحدة، دي ملهاش، 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 ديت سوري اهيت، وديت اهيت، دي ملهاش. تعال هنا، لا برضو خلاص، يبقى احنا ممكن نشيل دي ونحط دي هنا. تعالى نحسب تاني كده، دي ملهاش، 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 ديت ملهاش، ديت هنا اهي، ودي ده كده بقت في مشكلة. خلاص انا هحط دي هنا واشيل طب دي. ما انا مش ممكن احطهم في النص كلهم؟ ما هو في حاجات على الاطراف، خلينا بس مع بعضنا كده وهنلاقي حل ان شاء الله. ديت تمام 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 ديت ملهاش، وديت اهي، ديت اهي، دي ملهاش، بعدين دي نفسها مش بلاك، دي نفسها مش بلاك، دي نفسها مش بلاك، هيبقى معانا مشكلة في دي. فانا ممكن اعمل ايه في حالة دي؟ ممكن اعمل دي، عشان هي دي هتتأثر فيها. تمام كده، انا قعدت صلحت دي خلاص. بعد كده المفروض دي عايزة تتصلح، هي دي مش عايزة تظبط ليه؟ لما جيت حليت المسألة دي كانت طلعت على طول الأحمر، طلعت على طول، مش عارف الأسود مالها. طيب
واحدة واحدة كده وتعالى تاني سريعا. يعني انت لو واقف هنا عند الخلية دي، فانت المفروض هتعمل ايه؟ المفروض يا معلم لو انت واقف هنا فانت محتاج يا اما تفلب دي يا اما تفلب دي. فانا مثلا هعتبر ان انا هفلب دي، او لا بلاش دي، خلينا نقول ان انا هفلب دي. فدي كده هتفلب دي، ودي هتكون باظت، ودي تمام. دي كده لسه عايز يحصل لها فلب، فانا ممكن افلب دي ديت، انا ممكن افلب ايه، ممكن افلب دي بعدين، دي تمام دي تمام دي تمام، دي بقى اللي مش تمام، ممكن افلب دي. بس هنيجي هنا هيبقى انت معاك دي محتاجة حاجة تعمل لها فليب، ممكن افليب دي. فدي كده باظت، ودي كده باظت، اعتقد كده تمام صح. تعالى كده نمشي واحدة واحدة. يعني تمام، تمام بس كده تمام. دي ملهاش، دي ملهاش، دي ملهاش، دي كده بايظة، دي كده بايظة. تعالى هنا، دي بايظة، دي بايظة، دي بايظة، تمام، دي تمام تمام تمام. دي كده بايظة من هنا، دي بايظة من هنا، دي بايظة من هنا. تعالى عند دي، بايظة من هنا، ودي بايظة من هنا. بس كده ظبطت. خلاصة الكلام اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ ان في اسوأ حالة، اسوأ حالة انت هتكون محتاج 4 فليب بس. طيب انت ممكن تعمل الكلام ده في قد ايه؟ ممكن تعمل الكلام دوت لو هما 4 خلايا بس انت عايز تعمل لهم فليب، هيبقى 2 أس 4. سوري، 2 أس 4، ان كل مرة انت تجرب تعمل مرة فليب ومرة لأ، مرة فليب ومرة لأ، مرة فليب ومرة لأ، مرة فليب ومرة لأ. تمام، ده في حالة ان انت معاك 4 حاجات بس. هنا انت معاك حاجات كتير عايز تختار منهم 4. يعني خلينا نقول مثلا ان انت معاك ادي 1 2 3 4 5 6 7، اللي هو 49 على الاتنين، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. معاك 25 رقم عايز تختار منهم 4. فبكم طريقة ممكن تختار 25 رقم من 4؟ يعني خلينا نقول كده MCR calculator. بكم طريقة انت معاك 25 رقم عايز تختار منهم 4، هيطلع لك قد ايه؟ يعني قول 10 أس 4. تمام، الكلام ده مضروب في عدد التستات. عدد التستات اللي هو كام؟ اللي هو 200، يعني خلينا نقول 10 أس 6. فقشطة، الدنيا بيس. قبل ما نشوف الكود، حد فاهم انا هعمل ايه؟ حد معاه مشكلة مع الحتة دي؟ قبل ما اشوف الكود، احنا دلوقتي هنتعامل مع الاحمر ده لوحده ومع الازرق ده لوحده، لان هما اللي بيأثروا في بعض. تمام، والمفروض ان انا جبت اسوأ احتمال وحاولت احله، طلع لي ان في الاحتمال دوت الاحمر هغير فيهم 4 والازرق هغير فيهم 4. فانا بقى جيت حسبت عدد الارقام دي اختار منهم 4 بكام طريقة، لقيت ان هي 10 أس 4. في 200 تيست بيبقى كام؟ 10 أس 6، فهيعدي كده الريكيرجن يعدي. تمام، ونخلي بالنا ان احنا في كل مرة عايزين برضو نتشيك هل الخلية دي valid ولا لأ. الخلية دي valid ولا لأ، يعني انا همشي 49 على 49 خلية يعني.
بس طبعا في كل واحده فيهم انا مش همشي على 49 خليه كلهم، انا في الازرق همشي على الازرق وفي الاحمر همشي على الاحمر، فخلينا نقول ان هما هيبقوا الازرق بس واللي في الحته دي بس، يعني اللي هما هنا دول بس، لان اللي على الاطراف انا متاكد كده كده ان هما ايه، ان هما مش معايا. تمام. طيب تعال نشوف الكود واحده واحده كده، وان شاء الله الدنيا تبقى لذيذه يعني. اول حاجه انا هستقبل الخلايا بتاعتي، الجريد بتاعتي، هسي ان كاركتر، ولو الكاركتر ده بلاك هحط واحد، لو وايت هحط زيرو. تمام. هقول ان انصر ايه بتساوي 4، وهامينيمايز على انصر ايه دي، وانصر بي بتساوي 4 وهامينيمايز على انصر بي. تمام. وبعد ما اخلص هطبع انصر ايه زائد انصر بي، اللي هو اجابة الاحمر واجابة الازرق. طيب في الاجابة انا بعمل ايه؟ خلينا دلوقتي نروح للفانكشن الريكيرجن دي. الريكيرجن دي بنستقبل الاندكس بتاع الخلية اللي انا واقف عليها، وليكن مثلا انا واقف عند هنا، فالمفروض انا معايا ايه؟ انا المفروض معايا الاكس والواي. تمام. طيب بعد كده هيكون معايا الريمندر، الريم دوت اللي هو عدد الفليبس المتبقية. تمام. طيب بعد كده هيكون معايا الدياجونال، انا شغال على الاحمر ولا الازرق، وهيكون معايا الانصر اللي انا بميناميز فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، لو الريميندر اصغر من زيرو هريترن، لان دايما انا شغال على 4 بس، وتحت انا بناديها ب4. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اعرف انا شغال على الاحمر ولا الازرق. المشترك في الاحمر والازرق ان هنا مثلا، يعني خلينا نقول 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6، هتلاقي ان مجموع الارقام يا اما فردي يا اما زوجي، يعني ده مثلا مجموعهم 0، ده مجموعهم 2، ده مجموعهم 4، ده مجموعهم 6، ده مجموعهم 8. هنا مثلا هتلاقي 1 و5 6، هنا مثلا 0 و6 6. هتلاقي ان الاحمر دايما مجموع الاكس والواي فيه زوجي. تمام. الازرق هيكون فردي. فانا هقول ايه؟ لو انا دلوقتي واقف عند رقم او عند حاجه مش بتساوي الدياجونال، المفروض ان انا هروح للي بعدي. انا مثلا واقف هنا وانا المفروض شغال في الازرق، فالمفروض اروح للي بعدي. تمام. طيب بعد كده لو انا شغال ازاي، خليكم برضو يعني ايه فاهمين انا شغال ازاي. انا دلوقتي هبقى واقف هنا، انا هبقى واقف هنا، هتحرك كده 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 كده، وبعدين هروح نازل بادئ من هنا تاني. معلش يا جماعة، عشان بس التليفون بتاعي عمال يرن وفي حد رن كذا مرة، هرجع لكم حالا. ماشي نكمل. احنا زي ما قلت لكم احنا هنمشي ازاي، احنا هنمشي كده، هنبقى واقفين هنا. المفروض ان انا هروح كده 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 كده، ولما الاقي نفسي خلصت الكولوم اروح جاي هنا. فهنا هعمل ايه؟ احنا خلاص عرفنا الحته دي، نيجي على التشيكه دي، ان الاو لو اكبر من 7 هروح رايح للاي بلس 1. لو انا واقف في الكولوم اكبر من 7 فانا هروح رايح لل الاي بلس، على فكره المفروض دي تبقى 6، المفروض دي تبقى 6. ثواني كده، المهم يعني لو انا جيت هنا، فالمفروض ان انا هعمل ايه؟
هروح عامل ريتيرن لهنا، فهروح رايح للرو بلس 1، والكولوم بتاعي هيبقى زيرو، والريمندر هيستنى زي ما هو، والديج زي ما هو، والانسر زي ما هي. ماشي. طيب انا هقف امتى؟ لما اجي هنا اللي هو ان الرو يبقى تحت خالص هنا. بس عايز السي لاين يفتح. دي المفروض تبقى 6، ودي المفروض 6. لا يصح الا الصحيح برضه. ده بص وفر تايم قد ايه. المهم يعني نرجع تاني بقى نشرح على الكود ده. هو نفس الكود احنا غيرناه بس للست. ماشي. دلوقتي بقى لو كان الكولوم سوري لو كان الرو بقى هو اللي اكبر من 6، يعني احنا نزلنا تحت هنا، فالمفروض بقى ان خلاص عايز تشيك على الجريد هي valid ولا لا. طيب هتشيك عليها ان هي valid ولا لا، هبعت لها ايه؟ هبعت لها الدياجونال، احنا شغال على الاحمر ولا الازرق. ماشي. لو هي valid فانا هقول الانسر بيساوي مينيمم انسر و4 ماينس الريم، اللي هو انا اشوف انا استخدمت كام اوبريشن، امينيمايز على عدد الاوبريشنز، وبعد كده اريترن. تمام. طيب في الترانزيشن بتاعي هيبقى ايه؟ ان انا في الاول مش هغير اي حاجه، فانا هنده على نفس الفانكشن، انده على الرقم اللي بعدي بنفس الريميندر بنفس كل حاجه. بعد كده اعمل له اكس اور مع 1 بحيث ان اعمل له فليب، واروح للرقم اللي بعدي بس بالريميندر ماينس 1، وبعد كده ارجعه تاني الاصل. بس تعالى بقى نعرف احنا ازاي بنعمل تشيك هل هي فاليد ولا لا. انا ببعت الدياجونال بمشي من اول واحد لحد 6، لحد 5 سوري، ما بمشيش على الحواف، دول مش معايا، لان طبعا حاجه زي هنا هي ملهاش هنا ولا هنا، فمستحيل تكون ليها، مستحيل يكون ليها 4 دياجونالز نيبورز، دياجونال نيبورز يعني. فانا بشك على دول. المفروض لو الخليه نفسها بلاك في البدايه لازم ان ال هتشوف هما في الاحمر ولا في الازرق، لازم ان اي بلس او مودولس الاثنين يكون بيساوي الايه، يكون بيساوي الدياجونال دوت، وان الخلية تكون بلاك يعني بواحد. هعد بقى يا معلم، هعد اللي هو هنا وهنا وهنا وهنا، لو عددهم 4 معنى كده ان هي مش فاليد، فريترن 0. طب غير كده ريترن 1. بس كده. طويلة شوية صح؟ ولا حد مش فاهم؟ معايا ولا ايه؟ طب مش لازم تفتحوا المايكات يعني، ممكن تعملوا رياكتس حتى عشان ابقى عارف انتوا معايا ولا مش معايا. تمام. نيجي بقى للمسألة الأخيرة. بص يا معلم، المسألة دي بقى بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت معاك تري، التري دي هتكون مثلا كل نود فيها هيكون فيها كاركتر، الكاركتر ده يا اما سي يا اما اس يا اما بي. ماشي. طيب الكاركتر ده لو كان اس
يبقى النوت دي فيها شخص بيحب الصمت، سايلنس، وليكن هنا مثلا اس وهنا اس، فالشخصين دول بيحبوا الصمت، ماشي. وخلينا مثلا هنا اس، لو كان فيها بي فالشخص ده بيحب المزيكا، فالمفروض ان هو هيشغل مزيكا، فخلينا مثلا نقول ان هنا بي وهنا بي وهنا بي. لو كانت الخلية سي، سوري، لو كانت النود سي، فده شخص مش فارقة معاه، مش فارقة معاه بقى هل في مزيكا مفيش مزيكا، مش فارقة. المهم يعني احنا عايزين نعمل ايه؟ بيقول لك بقى ان الشخص اللي بيلعب مزيكا ده المزيكا بتاعته بتتسمع في كل الخلايا، بس احنا ممكن نعمل حاجة، ممكن نقطع الطريق او نحط حاجة حاجز ما بينه ما بين الأوضة التانية بحيث ان الصوت ما يتنقلش. يعني مثلا تيجي عند البي دي، ده عايز صمت، فالمفروض ما يجيلوش اي حاجة من البي. كده احنا حلينا المشكلة ان ده هيعمل حفلة براحته، كده كده الصوت بتاعه مش رايح لأي اس، وده هيعمل حفلة براحته مفيش صوت رايح لأي اس، وده هيعمل حفلة براحته، وده كده مش فارقة معاه، وده برضو مش جاي له أي حاجة. بيقول لك بقى يا معلم هات لي أقل عدد من الإيدجز اللي ممكن تحط حاجز عندها بحيث إن الإجابة، أو بحيث إنك تخلي التري دي شغالة. شغالة إزاي؟ إن اللي عايز ينام ينام في حاله، واللي عايز يعمل حفلة يعمل حفلة في حاله من غير ما الصوت يروح للي نايم ويزعجه. فالحل بقى للحاجة زي دي هتبقى إيه؟ دلوقتي خلينا نشوف التستس اللي معانا. مثلا المثال ده، هنا سي بي اس، هنا طبعا احسن حاجة انا ممكن اعملها ان انا اروح جاي قافل على ده كده، دوت بقى في حاله ودول بقوا في حالهم، تمام. طيب خلاصة الكلام، انا عايز اعمل ايه؟ خلينا نقول على كورنر كيس مثلا، او ممكن كيس ممكن ترخم علينا شوية. خلينا نشوف التست التالت، بلاش كيس ترخم علينا دلوقتي. مثلا ده هنا بي وهنا بي وهنا اس وهنا اس، فانت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تقفل على كل الاس، فتروح قافل هنا وتروح قافل هنا، فالاجابة اتنين صح. طيب لو كانت دي بي سي ودي اس ودي اس، فساعتها برضو انا هقفل هنا وهقفل هنا، اجابة صح، بس دول اتنين. في اجابة تانية ممكن تبقى احسن، ايه هي؟ ان انا اروح جاي قافل هنا، فكده المفروض الإجابة تبقى واحد، ودي هي الصح، دي غلط. فالحل هيبقى عبارة عن إيه؟ الحل دلوقتي جاي من الليفز دايما، الحل جاي من الليفز، إن أنا ممكن أقفل على ليف. طب أنا ممكن أقفل إمتى؟ لما أنا أكون عندي بارتي ورايح لحد عايز ينام، او ان انا اكون عايز انام ورايح لحد عايز يعمل بارتي، تمام. طيب يعني مثلا خلينا نقول ايه، خلينا نقول مثال كده تري كبيرة شوية، ماشي. خلينا مثلا نقول ايه، اس بي اس بي بي سي سي. طيب خلينا مثلا نقول ديت كانت ايه، اس. الحل هنا يبقى ايه؟ زي ما قلت لك الحل دايما جاي من تحت، لان في حاجة انت ممكن تروح قافل عليها، لان انت ضامن
ان الايدج او الطريق من اول البيرنت، من اول الروت لحد النود، هو كل لما تمشي خطوة عبارة عن ايدج واحد، او هو طريق واحد، مفيش اكتر من طريق، تمام؟ فانت ممكن تروح قاطع الحتة دي كلها. طيب هعمل ايه؟ انا دلوقتي هنا عايز انام، وده حد عامل بارتي. لو انا رايح لنود بسي، يعني خلينا نقول ان دي بي عشان الفكرة توضح اكتر، لو انا رايح لنود بسي فانا هعمل ايه؟ المفروض ان انا يا اما هقفل على الاس يا اما هقفل على البي. طيب لو انا هقفل على الاس او هقفل على البي، ده هيبقى جاي من ايه؟ هاخد المينيمم ما بينهم، المينيمم من ان انا اقفل على الاس او ان انا اقفل على البي، تمام؟ طيب وبعدين المفروض بقى ده في حالة ان النود كان بسي، يعني لو النود بيساوي سي، فانا هشوف جاي لها كام اس وجاي لها كام بي، وهقفل على الاس ولا البي، هشوف القليل فيهم وهاخده معايا. طيب لو كانت النود ببي، فالمفروض ان انا هقفل على كل الاس، لازم اقفل على كل الاس، تمام؟ طيب لو كانت النود باس، يعني مثلا تريكك كده، مثلا النود كانت اس بي 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 بي، فالمفروض انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا من عند الاس كده جاي لي كام بي، وليكن مثلا دول، هروح اقفل على البي هنا وعلى البي هنا لان البي اكتر، تمام؟ طيب لان اصلا ديت باس فما ينفعش يجي لها اي بي، يبقى كده عندنا في حالة ان النود بتساوي اس، يبقى هقفل على البي. في حالة ان النود بتساوي بي فهقفل على الاس، حلو؟ طيب في حالة ان النود بتساوي سي بقى، في حالة ان النود بتساوي سي، المفروض ان انت هتقفل على القليل منهم، هتقفل على القليل منهم. طيب بعد ما تقفل على القليل منهم، حالة السي دي هتبقى بإيه؟ ما هو دوت بيتكيف مع أي وضع، بس وضعه الحالي هيبقى إيه؟ وضعه الحالي مع الحاجة اللي مكملة معاه. بمعنى خلينا نجيب مثال كبير شوية يكون على الحتة دي بالظبط، مثلا حاجة زي كده. خش اتفضل. سؤال بس كده لو سمحت، هو انت ممكن تقفل اي ايدج اه ولا ده بس بتقفل عند بس القليل. البي؟ السؤال دي بس المفروض هو اللي ممكن يقفل بس، نعم؟ مش هو البي المفروض هو اللي يقفل بس، لا معلش قول ولا تاني، انت ممكن تقفل معلش قول تاني ما سمعتكش. البي اه مش هو المفروض بس هو بس اللي يقفل عنده، لا انت ولا انت ممكن تقفل ممكن تقفل سيرك اي يعني؟ ايدج، تمام. ماشي؟ خلينا مثلا نقول هنا ايه، هنا بي وهنا سي وهنا بي او اي حاجة، ماشي؟ هنا مثلا نقول عندك اس وعندك اس وعندك بي، ماشي؟ طيب هنا انت المفروض عند النود دي جاي لك اتنين اس وواحدة بي، فالحل انك تعمل ايه؟ الحل انك تقفل على البي، وبعدين انت طالع فوق. طيب طالع فوق دي السي هتبقى ايه؟ هل هي بي ولا اس؟ السي طبعا بقت اس، ليه؟ لان كده كده السايلنت هو اللي مكمل معاك مش البي، انت قفلت على البي فالسايلنت هو اللي مكمل معاك، تمام؟ طيب في حالة التساوي، يعني مثلا خلينا نقول ايه، في حالة التساوي دي هتبقى بي زي ما هي، خلينا نقول مثلا في حاجة هنا كمان وكانت ببي، والله في حالة التساوي السي هتستنى زي ما هي. ليه بقى؟ لأن في حالة التساوي انت ممكن تقفل على البي، ممكن تقفل على الاس،
طب هتحدد ده بناء على ايه؟ بناء على النود اللي انت رايح لها. لو انت رايح لحاجة اس فانت هتعتبر نفسك اس ويبقى انت قفلت على البي. طب لو انت رايح لبي هتعتبر نفسك بي وكأنك قفلت على الاس. تاني لو انت رايح لبي هتعتبر نفسك ان انت كنت اس وقفلت على ايه، سوري، يعني ان انت كنت بي وقفلت على الاس. لو انت رايح لاس هتعتبر نفسك ان انت كنت اس وقفلت على البي. بس كده، تعال نشوف الكود ونمشي عليه واحدة واحدة والدنيا هتظبط بإذن الله. انا كل اللي هعمله انا هستقبل الان وهخزن النيبورز، وبعد كده هستقبل السترينج، وبعد كده هقول يعني هخلي السترينج جوان اندكس بان انا اقول اضيف حرف في الاول ودي اف اس من عند الواحد، اطبع الانسر وكلير. ده المين، تمام. طيب هاجي بقى في الدي اف اس. مبدئيا كده انا عايز ايه؟ انا عايز اخزن كل نود تحتها كام اس وكام بي، تمام. طيب فانا همشي على الادجسنت بتاعت النود، المفروض ان الات تكون مش بتساوي البيرنت عشان ما يحصلش سايكل. هعمل دي اف اس وبعد كده اجمع. طيب انا ليه عملت الدي اف اس الاول؟ عشان انزل تحت، انا عايز ابدا من تحت خالص، تمام. طيب بعد كده المفروض بقى يا معلم انا خلاص عرفت النود دي فيها كام اس وفيها كام بي. هشوف لو كان الكاركتر اللي موجود على النود ببي فانا هجمع الاس، لو كان الكاركتر موجود باس فانا هجمع البي. طيب لو كان سي، لو كان سي زي ما قلت لك احنا هنشوف مين الكبير وهيبقى هو ده اللي مكمل معايا وهجمع على الاجابة الصغير. فلو كانوا، لو كان الاس في نود اصغر يبقى المفروض ان انا هحول الكاركتر بتاع النود ده لبي لان البي كبير، وهجمع الصغير. طب لو كان البي هو الصغير هجمع البي وهحول الكاركتر اللي على النود لاس. طب لو كانوا متساويين انا هسيبها سي زي ما هي وهاخد في الاجابة بس اي واحدة منهم. طب ليه سبتها سي زي ما هي؟ لان زي ما قلت لك هنا انا لو رايح لبي هعتبر نفسي قفلت على الاس، لو رايح لاس فانا اعتبر نفسي قفلت على البي. بس كده الكلير، طبعا ان انا بكلير الادجسنت وبقول ان اس اوف ممكن تاني كده الفكرة بس كده، معلش تاني التست اللي عدى بس مش فاهم التست اللي على الشاشة ده، اللي هو ده، وضح لنا اللي كده هو ده. تاني. أيوه ماشي، احنا دلوقتي لو واقفين عند نود، انت دلوقتي، طب الاول انت فاهم الحتة دي اللي هو لو النود ببي انا هجمع عليها الاس ولو هي باس اجمع عليها البي؟ لا تاني برضه معلش. ماشي، واحدة واحدة كده. احنا دلوقتي في التري دي، ماشي، في التري دي ده بي، تمام ده عايز يعمل بارتي وده عايز ينام وده عايز ينام. لما اجي اطلع فوق النود دي تحتها 2 اس وهي بي، فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اقفل على الاس. فلو النود دي بي تمام لازم اقفل على الاس، تمام. طيب لو كانت النود باس فانا لازم اقفل على البي بحيث ان هما ما يروحوش لبعض، صح ولا ايه؟ ايوه صح. تمام. لو كانت النود بسي بقى، هي دي المشكلة اللي عندي. لو هي بسي دلوقتي دوت، خلينا نعتبر ان ده باس، فانا كده معايا 3 اس وواحد بي، فانا هعمل ايه؟ فانا هعتبر نفسي اس وهجمع البي عشان انا عايز القليل، هاخد المينيمم منهم وهعتبر نفسي اس. ليه؟ لان انا هقفل على البي دوت وهعتبر نفسي اس، اعتبر السي هي ال اس. هعتبر نفسي اس لان اه هنا في تمام اسات ماشي برضو. انت مكمل ده؟ ما هي دي ايوه. مكمله معاك، وراه جاي هنا اطلع للبي، هقفل على البي يعني بس. اطلع للبي الاقي ان جاي لها اس فاروح قافل على الايه، على الاس. فيها اتنين بس. يبقى كده 2 بس، بدل ما انت كنت عملت ايه، بدل ما انت كنت عملت كده 3 حاجات. طب في حالة تمام التساوي، هي دي اللي هتعمل لي مشكلة، في حالة التساوي البي مع الاس، على والله على حسب الحاجة اللي فوق، يعني هي هتكمل سي زي ما هي. لو هي كانت بي فانا هعتبر نفسي قفلت على الاس، لو هي كانت اس فانا هعتبر نفسي قفلت على البي بس، فدي هتكمل سي زي ما يعني هي تاني كده التست ده كده تاني.
دلوقتي تست بس ماشي، الأغلبية. دلوقتي لو انت معاك التري دي، او ان انت معاك نفس التري، خلينا نقول ان انت معاك نفس التري، ايه ده؟ لا مش، خلينا نقول ان انت معاك نفس التري ماشي، نفس التري، مش عارف، مش عايز تعمل كنترول سي كنترول في ده. ايوه بالظبط كده. المهم يعني هنعتبر ان انت معاك نفس التري دي، هي هي التري دي، بس ديت هنا بدل ما هي بي دي كانت اس ماشي. طيب هنا ده سي، تمام. انت معاك 2 اس و2 بي اتنين بين. تمام. لو انت طلعت باس هتقابل بي، انت هنا طبعا خلينا نفترض ان انت طلعت بايه، ان انت طلعت باس او ان انت طلعت ببي. لو انت طلعت لو انت فوق لقيت البي، فانت تعتبر نفسك قفلت على الاس، يبقى انت طالع للبي. طب لو انت طالع للاس، فانت تعتبر نفسك قفلت على البي وانت طالع للاس، تمام ماشي. على حسب الحاجة اللي انت رايح لها ايوه بس كده. تمام يا جماعة. لو الروت سي والاس والبي متساويين، فراح يقفل على اس صح؟ ايوه يقفل على اس او يقفل على البي، اي واحدة منهم عادي. المهم ان هو مفيش واحدة منهم تعرف تروح للتانية. تمام. حد يا جماعة عنده اي سؤال؟ أنا تسلم يا كوتش. اتفضل يا اسلام. لا أنا غصب عني لا ماشي. عادي ماشي، نقفل ده.